الإفريقية. لكن احنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين عمالين نشرح وعمالين نخش من اليمين ونخش من الشمال، والاتحاد المصري ما بعتش الجواب اللي فيه الأندية المشاركة للبطولة الأفريقية سواء دوري الأبطال أو البطولة الكونفدرالية. طب مين اللي هيشارك؟ النادي الوحيد المؤكد مشاركته في دوري الأبطال هو النادي الأهلي. طب خلاص ابعت لي انا جواب بقول ان النادي الاهلي هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا عشان الحق ايد لاعبتي بدون غرامات. ما انا هفهم دلوقتي الفتره القيد المفروض المتاحه او اللي احنا عارفينها من 1 لـ10 تسجيل القائمه الرئيسيه او الاساسيه من 1 لـ10 يوليو. انا بس هقولها لحضراتكم وبعدين هقول لكم ان انا عندي معلومات مؤكده، معلومات مؤكده ان شاء الله هقول لكم ازاي. من يوم 1 لـ10/7/2019 تسجيل القائمة الرئيسية، تمام. الفترة من 11 ليوم 20 يوليو 2019، بصوا بقى خدوا بالكم، تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة $250 عن إضافة كل لاعب ويحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية. ده من يوم 11 ليوم 20. يوم 20 الساعة 12 بالليل ودقيقة، 12 ودقيقة اللي هي الفترة من 21 لـ30، تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة $500، زائد لا يحق لكل اللاعبين اللي تم تسجيلهم من يوم 21 ليوم 30 المشاركة في الأدوار التمهيدية وتبدأ مشاركتهم بدءا من دور المجموعات. مين بقى اللي هيتحمل ده؟ مين اللي هيتحمل ده؟ العك، مين اللي هيتحمل العك اللي احنا فيه ده؟ طيب خلوني اقول لحضراتكم ان في معلومات مؤكده من الاتحاد الافريقي لكره القدم، مصادرنا يعني مصادري داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، ان شاء الله سيتم فتح باب القيد استثنائيا استثنائيا للانديه المصريه بناء على الخطاب المرسل من النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي. لأن النادي الأهلي عمل إيه؟ النادي الأهلي بعت الثلاث جوابات دول أو الثلاث طلبات دول للاتحاد المصري وبعت للاتحاد الأفريقي. عمل إيه؟ بعت للاتحاد المصري وبعت للاتحاد الأفريقي عشان يحفظ حقوقه. فالاتحاد الأفريقي معلومة، معلومة من مصدر أنا يعني متأكد منه إن شاء الله، إن سوف يتم استثناء الأندية المصرية، أو خبر حصري أنا هقوله لكم من هنا، إن سوف يتم استثناء الأندية المصرية من يوم واحد، بدل ما تكون الفترة من يوم 21 لـ30 يتم التسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة $500 عن إضافة كل لاعب، سوف يتم حذف هذه الغرامة. ده أولا. ثانيا، لا يحق لهم المشاركة. بعد الاستثناء سيحق لهم المشاركة. بمعنى إيه؟ بمعنى ان الفتره من 21 لـ30 سوف يتم تسجيل واضافه اللاعبين بدون اي غرامات وسيسمح لهم بالمشاركه في الادوار التمهيديه. مين ان شاء الله يعني هتشوفوا ان ده هيصدر خلال الساعات القليله القادمه، ان شاء الله القرار ده سيصدر خلال الساعات القليله القادمه، او الاستثناء ده سيصدر خلال الساعات القليله القادمه. هو النادي الاهلي بيعمل ايه يا جماعه؟ النادي الأهلي